بلدنا وديلنا احنا نفس العادة والطيبة وكل قلب فرح بفرحنا دايما ضحكتنا قريبة بنقاسم غيرنا سمحنا الفرح ودع رحل ضيع معاه الابتسامة محفوظة صورتك في المقل في النجمة في ظل الغمامة في زحمة الناس والأهل جيتكم عشان خايف الملامة بشوقي بكل الأمل بتمنى لكم كل السلامة جروب بنك السواب أسرة برنامج بنك السواب بقيادة أستاذنا الكبير عبد الله محمد الحسن وأبو محمد وكل الناس اللي بتعمل في الجروبات المختلفة 13 سنة من الإنجاز جسر تواصل مع كل مريض أزمة الحرب يمكن ولدت حاجات كثيرة وصلنا 4000 عملية من شفار نبية وغيره وغيره ومستمرين ونحن اليوم يمكن بندشن عامنا 13 حيكون من 1/9 وكل الناس اللي بتساهم يومي في بنك السواب برصيد في بنك الخرطوم 4214 برضو البنك السعودي بنك فيصل كل الصدقات اللي بتجي من الفاو وبتجي من الخرطوم وبتجي من بريطانيا وهنا من السعودية بجد بتسعد المرضى ونحن دخلنا في تجارب عجيبة أنا بحكي موقف أنا مرة نزلت طفل يمكن أستاذ عبد الله يداني فيديو لطفل كان عنده عملية عين في منصة تويتر اتصل علي واحد سعودي اتألم جدا قال لي أسرتي اتألمت جدا من الحاجة دي فأنت وين والله أنا في الحتة الفلانية العملية بتكلف كم بتكلف كده والله الشخص ده جاب في ظرف مبلغ وهو ما بيعرفني وأنا ما بعرفه لكن جمعنا عمل الخير فدائما عمل الخير يجمعنا تحية كبيرة لكل من عمل في بنك السواب برضو بنقول شيخ أسامة شيخ ميدة حسن أستاذ عبد الله محمد الحسن المخرجين المعدين محمد عبد الحكيم الطاهر وغيره وغيره أخونا زاكر سعيد الآن أيضا من المرابطين في مدينة كسلة تحية كبيرة جدا كمال موسى فريق بنك السواب السعودية الرياض دي بلدنا ودي لنا احنا نفس العادة والطيبة وكل قلب فرح بفرحنا دايما ضحكتنا قريبة بنقاسم غيرنا سمحنا